صالح، إذا ما كان على الإنسان قضاء، هل يصلي مثلا الظهر مع الظهر الفائت والفجر مع الفجر الفائت وهكذا، أم لا داعي لمثل هذا؟ هذا لا يجوز، وإن كان كثير من العوام يظنونه أنه مشروع وأنه يصلي كل صلاة مع نظيرته، هذا غلط جهل. صلاة تقضى فورا، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يقل يؤخرها إلى أن تأتي الصلاة التي تشابهها. فقضاء الفوائد على الفور في أي وقت كان، في أي وقت كان، حتى ولو في وقت النهي، لأن المقضية لا يمنع قضاؤها في وقت النهي، وقوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها، هذا عام لجميع الأوقات. نعم، جزاكم الله خيرا. كيف يكون قضاؤه لتلك الصلوات شيخ صالح؟ يقول إنه تركها لمدة سنة، وحينئذ هل السنة بالميلادي أو بالهجري، أو كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ السنة 12 شهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، وتكون بالشهر الهلالي، تكون بالشهر الهلالي الذي هو الهجري، الذي هو الهجري والذي نزل به القرآن: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، الله علق الأحكام الشرعية في الأهلة. طيب، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، فالعبادات معلقة بالأهلة وهي السنة القمرية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.